جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أبو عبد القادر من الرياض عين قاف، يقول: لي زوجة تكثر من الحلف وتقول هي كذا إن حدث كذا وهي كذا إن حدث كذا، وكثيرا ما نصحتها ولم تستجب، وجهونا حول هذا الأمر ولعلها تستمع، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يحلف بملة غير الإسلام، كأن يقول هو يهودي هو نصراني إن كان الأمر كذا أو إن لم يكن كذا، بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، أو قال عليه الصلاة والسلام: لم يرجع إلى الإسلام سالما. الحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بهذا الكلام وأن يخرج نفسه من دين الإسلام إلى دين الكفر على صورة الحلف، لأن هذا خطير ومنهي عنه. وإذا احتاج الإنسان إلى الحلف فإنه يحلف بالله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، فهذا هو المشروع. أما الحلف بملة غير الإسلام فإنه خطير ومتوعد عليه ومنهي عنه أشد النهي.